اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. انتهت مباراه النادي الاهلي ونادي شبيبة الثوره الجزائري بفوز النادي الاهلي بثلاثيه مقابل لا شيء. الف الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، الف مبروك. الحقيقه ثلاث حاجات او ثلاثه عايز اشكرهم الحقيقه. اولا شكرا جمهور النادي الاهلي العظيم اللي دايما واقف ورا جمهور ورا فريقه ورا لعيبته ورا جهازه الفني ورا مجلس ادارته. حضراتكم وجودكم النهارده اثر بشكل كبير جدا جدا. ثانيا شكرا طبعا للجهاز الفني وللاعبين ومن قبلهم مجلس اداره النادي الاهلي. ثالثا شكرا للمعلق الرياضي الكبير علي محمد علي الحقيقه المصري الاصيل. تحس ان هو اهلاوي 100% في هذه المباراة، رجل أو معلق محترم الحقيقة وأدى ما عليه وزيادة، فشكرا لكل هذه الأمور. كابتن فتحي ألف مبروك، كابتن أسامة ألف مبروك.